طبعا بنرحب بيك، عايز انك تعرف نفسك في اهلا بحضرتك. اتكلمنا عن عرض النهارده. انا بنو بولس، عندي 26 سنه، ممثل، وحاليا بخوض تجربه الاخراج. بنعمل حاجه اسمها حفله عيد الحب في ليله راس السنه. ده يعني الاثنين يا جماعه، عيد الحب وفي راس السنه. فكره انك تبقى شاب مع شباب وراكوا دعم ايا كان كبير او صغير، ما انت شايف انها مخاطره شويه؟ هو ده حقيقي، ده حلم المفروض لازم تحاربه عشان يعني. هي مخاطره طبعا، لان احنا من سن بعض، يعتبر السن متقارب. فانا كنت دايما بدور على ان انا ما بقاش مخرج او ما بقاش ليدر عليهم، قد ما اكون صديق واخ ليهم. وده اللي ساعدني ان انا اطلع التجربه دي بالشكل المظبوط. يعني هما شباب تياترو إبداع، تدريبي أنا 3 شهور، كنت عملوا مرشة مجانية لمدة 3 شهور. 3 شهور دول عرفت كل واحد فيهم بيحب إيه، بيكره إيه، شاطر في إيه، إيه مناطق القوة، إيه مناطق الضعف اللي محتاجين نشتغل عليه. الحمد لله قدرت أفهم هما رايحين فين. وزعت العرض، يعني كل واحد خد الكاركتر اللي هو المناسب لشخصيته او اللي قريب من شخصيته، وده اللي خلاهم يبدعوا فيه بشكل جيد جدا ووصلوا للموضوع بشكل ملحوظ. يعني طب عايزين نتكلم اكتر عن الفكره وعن القصه بتاعت العرض وايه الكوميديا اللي فيها، او كانت تراجيديا اكتر، يعني هي حاجه كده عامله عشان الناس برضو تعرف تشوف ايه. جميل. فكره العرض، الاول العرض هو من تاليف استاذ خالد ابو بكر. فكره العرض كلها مبنيه على مشاكل الحب، مشاكل الماديه، مشاكل عاطفيه. الأم عايزة مثلا بنتها أسعد بنت في الدنيا، وعايزة فلوس، وعايزة وعايزة، والولد غلبان معهوش، واخد بال حضرتك؟ وبنناقش قضايا تانية جوه ده بقى غير الحب. بنناقش مشكلة العيش، بنناقش مشكلة إن الناس ممكن تتوه بعض، مفيش حد بيقول ما بعرفش، يعني بنحس بصعوبة. فاهمني؟ اللي دايما بياخد خط الشباب وبيتبناهم وبيشتغل عليهم خالد جلال. ده حقيقي. رايك في خالد جلال، وهل ممكن تبقى انت زيه في يوم من الايام؟ الطموح شيء جميل جدا. استاذ خالد جلال انا بحبه جدا على المستوى الشخصي. طبعا مدرسه كبيره ومدرسه عريقه، وشخص عظيم جدا بتعلم منه. فكرة ان انا اكون زي او لا، انا طموحي الاول والاسمى هو التمثيل. انا بخرج لاني شايف ان الممثل لازم يكون عنده حس الاخراج، اللي هو ملم بالمربع ده، بيخرج وبيغني، شرط يغني صوته حلو، لا يأدي ويرقص جنب التمثيل، اللي هي مدرسة استاذ خالد جلال اصلا. وده اللي المفروض يبقى موجود عند اي ممثل، ان هو يربط كل الاشياء دي ببعض. تمام. انت مبدئيا حابب توصل لايه من فكره العرض؟ ومبدئيا هل هو ارتجالي زي مسرح مصر مثلا؟ لا. ولا نص محفوظ وبيشتغلوا بيه؟ هو نص محفوظ ده اولا، يعني سكريبت محفوظ محمل عليه ماده ارتجاليه. يعني النص كما هو مكتوب من استاذ خالد ابو بكر المؤلف، استاذناه في بعض الحاجات ان الشباب في ماده ارتجاليه تضاف. دي برضو اشتغلنا عليها في ال3 شهور اللي فاتوا. بتخطط ليه بقى الفتره اللي جايه ان شاء الله؟ بخطط ان شاء الله الاول عرض يدغدغ الدنيا، يعني ندغدغ الواقع، وبعد كده بعد العرض ده مزيد من النجاحات، مزيد من العروض، مزيد من الشغل. انا اشتغلت في اعمال كلها سينما ودراما، اشتغلت في الواد سيد الشحات، اشتغلت في رجاله البيت مع احمد فهمي، اخرج استاذ احمد الجندي. لا ممثل. تمام. اشتغلت في اكتر من 60 اعلان لحد دلوقتي. تمام. بس فكره ان انا اخد تجربه الاخراج دي تاني تجربه ليا بعد نجاح عمل ابيض في اسود. ده كنت شغال مساعد مخرج فيه. تمام. وبعد كده اخرجت على طول فكره ليله راس السنه. حبيبي. طبعا بشكرك يا بنو، ربنا يخليك، اتمنى لك التوفيق، ولو في اي حاجه حابب تضيفها برضو انا معاك. حابب اقول ان شاء الله العرض ينال اعجاب الجميع. ان شاء الله الفتره اللي جايه كل واحد فينا، او السنه الجديده دي، تكون سنه سعيده علينا كلنا. اي حد حلم بحاجه
يحققها، ومفيش حاجة صعبة ومفيش حاجة مستحيلة، وكلنا نقدر نوصل اللي احنا عايزينه. تحس كده؟